ما كان بالأمس همسا صار اليوم دندنا، لا جديد عند البافاريين ولا قديم يفخر به الكتالان. في جميع الأحوال وبأي شكل من الأشكال ترسخ ما تأكد سلفا، الفوز على برشلونة عند البافاريين ثقافة فريق وأسلوب حياة. تهديد ووعيد قبل الاصطدام حول نجوم بايرن ميونخ إلى طغاة وجنات، تكريس العقدة وضرب زوايا الثقة في البيت الكتالوني كان الهدف المبدئي لزملاء النجم السنغالي ساديو ماني. ثنائية اكتفى بها بايرن ميونخ وخرج منتصرا بأقل الجهود في ليلة كسر ظهر الكتالان. بايرن ميونخ على أرضه وبين عشاقه وأنصاره تمكن من تحقيق فوز مهم في ثاني جولات دور المجموعات، ليحلق بذلك حرا طليقا في صدارة مجموعة وصفت بمجموعة الموت، قبل أن يفند الألمان مغالطاتها مبكرا عندما أثبت البعبع البافاري أنه الموت ذاته في مجموعته، بعدما أناخ تعنت إنتر ميلان وبرشلونة بلسان حال يقول: البطاقة الأولى حسمت ولكم شرف التنافس على المركز الثاني. 6 نقاط حصيلة مباراتين وبداية استثنائية لرحلة أوروبية سيكون فيها زملاء النجم المغربي نصير مزراوي كابوسا مرعبا تخشاه الأندية وفزاعة أحلام الطامحين والطامعين، كيف لا وهو الذي يقدم كرة تكتيكية بامتياز ويعرف جيدا كيف يكسب المواجهات الكبيرة. في الضفة الأخرى دخل برشلونة جحيم هذا الملعب وقدم شوطا محترما كاد أن يخطف السبق لولا تألق جدار برلين مانويل نوير. المدفع البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي افتقد حسه التهديفي ولم تكن طلقاته النادرة محكمة بالقدر الذي قد يشعر دفاع بايرن ميونخ بالخطر ليخرج من امتحان زملاء الأمس بخفي حنين. برشلونة وفي أول اختبار حقيقي هذا الموسم خسر الرهان أمام واقعية مستضيفه، خصوصا وأن الخسارة جاءت في وقت تحسن فيه برشلونة معنويا وذهنيا وحاول في الظهور الأول لهذا الموسم مسح الصورة الهزيلة التي ظهر بها العام المنصرم. صحيح أن الحرب معارك ولا يزال هناك أمل في سد الثغرات والعمل على ترميم نقاط ضعف الفريق، خصوصا على مستويي الوسط والدفاع الذي عجز على الحفاظ على انتظامه في وجه المد الأحمر وبدأ مهتزا بتلقيه لهدفين في أقل من 5 دقائق، ليتضح جليا أن تشافي ينتظره العمل الكثير. بايرن ميونخ حقق انتصاره 10 على برشلونة تاريخيا ورفع حصة أهدافه في شباك البلوغرانا إلى 34 هدفا، كما حرم ضيوفه من تحقيق أول انتصار لهم بملعب أوليونز أرينا. صفقات وتعاقدات وبيع للرافعات وفشل في أول امتحان حقيقي في بطولة ارتقت لها التطلعات، أتراها صحوة مزيفة تشمل صغار اللعبة وتخر أمام كبارها، أم أن ما حدث ضبابة عابرة سيتجاوزها بيدري والبقية قريبا ليؤكدوا بحق أن برشلونة يمرض ولا يموت؟